نحن قاعدين نتكلم عن موضوع الصحة والرياضة. هناك قضيتين مهمتين، قضية أنه إنسان والله أنا كبرت وصار عندي أولاد ومو صرنا زي زمان، هذا المعلومة غلط. ليش دائما الإنسان الواحد لما يكبر ويوصل لسن معينة يبدأ يروح يقول هذا الكلام لنفسه أنه لا نحن خلاص صعب علينا الرياضة وبدلنا ثقل؟ لا، الإنسان عليه أن يحافظ على نفسه وعلى صحته وعلى عافيته وأن يتريض دائما حتى لو وصل إن شاء الله عمره 70 و80. ويعجبني أنه بعض الآباء وبعض الكبار لقيهم في الأندية الرياضية. موضوع الصحة والعافية موضوع حيوي في حياة أي إنسان. الأمر الآخر وهو موضوع طبيعة الرياضات اللي يتعلمها الإنسان أو يتعود عليها. نحن قاعدين نسوي في كل سنة موضوع رياضي ونحاول نجرب وندرب ونحاول أيضا نسوي موضوع من التحديات والمغامرات حتى نقنع الجميع، لأنه ما فيش اسمه والله عالم مفكر مثقف أديب شاعر لا ما يسوي هذه الأشياء أو بعيدة عن جوانب مثلا في المروءة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تروى لنا أدق التفاصيل في حياته، يجري هو وزوجته رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه، والأمر عادي تنقله أصحاب يعني الروايات. يأتي الصحابة يتبادلون البطيخ فيما بينهم، لا نجي نتكلم والله موضوع مروءة وموضوع والله كيف أنه عالم وداعية وخطيب ومفكر ومثل هذا الكلام، لا ننقل هذه الروايات حتى يعني نحبب الناس في هذه الرياضة. نتكلم عن موضوع البساطة، أشياء عفوية في حياة الإنسان أو أحيانا هي هواية، هكذا هو دائب المسلم دائما متنقل بين الصور المختلفة ينقلها للناس كما تنقل كل الروايات. أهم شيء أن يكون الأمر بتوازن وبحكمة.